FM. الكلمة ليك. نسلين يقول لك اقلب الطنجرة على فمها تطلع البنية لامها. في مثلا عندهم مثل هك اللي هو فما وزة في الحكاية. كيفش؟ فما وزة في الحكاية. الوزة وتولي تقلب تطلع الوزة للبطة حاجة هكا. وصغريت أكثر من الكسكسي. ديجا في مصر في مصر فما كسكسي. نديب ميكروش كسكسي. ما عندهمش كسكسي عندنا نحن وفي المغرب الكسكسي. لا خاطر مهمة برشا الحكاية معناها بعمل تونسي. تحكيوا جمهور مصري تحكيوا على شخصية مهمة عندهم هما وما حتى عنا نحن فوالا دونك البروجي هذا هو البروجي الاول نسرين اي البروجي الاول ان شاء الله مش الاخر فوالا ان شاء الله مش الاخر وقتاش باش نشوفوه الكل ميتراج هذا في تونس شاف في مصر مازال ما شافش في تونس مازال ان شاء الله بيانتو مثلا شاطين شوية نجمو نشوفوه في الصالات باش يكون مشيت على رطم مازلنا ما نعرفوش بون مو حتى ما فماش طلب من صالات من موزع فما طلب من اذاعه ما مش من اذاعه مش تعدي البوند سونور نتاعها ولا كيفاش لا على الباج نتاعها مش صابط باش يهبط على الباج فيسبوك الكوميتراج كان بشابت يعني اوفير تو الموند سور لي ريزو اكزاكتومون يعني باش نقولوا يعني ان اورغانيزم بيان بريسي مهرجان ولا حاجه في تونس كيما تعرفوا سي با ايفيدون اقل حاجه يعني علاش ما شاركش مثلا جاي مثلا قليبيا فما مهرجانات في السينما في الكور ميتراج في الجو هذايا يكون بروجي اخر ان شاء الله مش عمر شريف خاطر التوانسه ما تصورش باش يحبوا حاجه كيما هكا في تونس معناتها يقول لك مهرجان في تونس مش لا نسلين هكا تولي تحكي ما عادش باش تعطي التوانسه الحاجه اللي يحبوها ماما انا نحب شكون مش يفرض رايه او يقترح رايه او يقترح مبدا او يقترح حكايه للجمهور ومن بعد نشوف الجمهور تعجبه ما تعجبوش خذايا يعني خدمه ولا كوميتراج ولا فيلم راهو تمشي على جهتي يعني يا لو كوتي ارتستيك في الحكايه مي اون باراليل فما شنو يحب الجمهور يعني ما نجمش جو في دير نابوركوا تحكي على حكايه كي ناتير با لو بوبليك شكون باش يتفرج هي الحكايه مش هكا يا هكا مش نعملوا فيلم معناه مش فاهمه حتى حد كان المخرج من بعد يقول لي ما فهمش الجمهور ومش يكون فيلم بين ظفرين شعبي او شعبي حتى تارانتينو من الاول حتى واحد ما فهمه كان غيرمون حتى واحد ما يدور بيه بعد بشوي كون الى موديفي ان بو يعني لاكس ترافاي تاعو قعد قديما في الحكايه هذيك مي ولات بلو اكسيسيبل للعباد ولاو الى تير لي جون نفس الحكايه مش باش نعطيو حاجه كي نتوش با غيرمون لو بوبليك تونيزيان قولوا هاو ان برودوي تونيزيان اي ريلمون كي توش با ان بوبليك تونيزيان حتى واحد مش باش تفرج فيه دونك سامي دريدي باش تستثمر الشبه هذايا مع عمر شريف او فما عروض من اعمال هكا في مصر ولا حاجه هكا ولا تقول انا ممثل عندي ثنيتي بون صادفت لي انا نشبه لعمر الشريف ولكن عندي شخصيتي انا وعندي حاجات نحب نخدمهم وعملها بيان سور هذا وتات نشبه لعمر الشريف حاجه باهيه لي انا اللي مثلت معناها حتى معناها 6 دقائق من يعني مش تفاح قصه حياته اما انا عندي شخصيتي كما قلت نسيني فرصه سابقه اللي شخصيتي نحب نفرضها معناها مش ومش شخصيتي جد انا في اي شخصيه اللي باش جازتها اللي باش تلعبها نتحط وما لازمش نقفل عمر شريف وتقعد في اسم عمر شريف فهمت نسلين عمل كيف نكاي وتتويج مهم كيفاش لقيت العمل واصداء نجاح العمل هذا في تونس والله الحمد لله معناتها برشا معناتها اذاعات كلموني معناتها راديو بركولي وفما اللي استدعاوني والحمد لله سافا دونك باش يكون فما مشروع جاي عمل مع المجموعه هذه باش يكون فما عمل اخر مع المجموعه هذه كان حبهم معناها فما اراده فما بروجي فما فكره القدام ولا ما زلت لا انا عندي فكره وخدمه وقاعده نحضر فيها ما بديتش حكيت معاهم انت في السوجي باش تحكي معهم تو دونك ان شاء الله نشوفكم سيدي في عمل اخر عمل يكون تونسي ينجم يكون الشخصية تونسية ما نعرفش أنا شنو الفكرة اللي عندك بالضبط ولكن تتويج مهم برشا أنا سعيد جدا وفرحان أنتم جيتوا بحضرنا هو الحاجز المهم تعبناكم برشا بجد لا نورمال سامع قناه لما دخنا رحلة البحث سينو على المهرجان اللي شاركنا فيه اللي عن السنين خدت فيه شهادة تقدير مغاديكا مع عند ممثل معنا معروف سمير صبري اللي معناه كي هو يكون معنا عضو في لجنة التحكيم
مدير شرف المهرجان حاجه باهيه نحنا تحسب لنا نحنا وحاجه اخرى معنا معش نحنا كملنا توا ديجا مازلنا نحكيو مازلنا سي بون قلت خاصه على في بالي سي بون حبيت نوصل المعلومه هذه معنا توا انا زيد نحب نشكر مدير المهرجان اللي بعث لي الشهاده خاطر ما مشيتش لمصر وصاروا لي برشا مشاكل معناتها مع السفارة. معناها مهم برشا شنو اللي صار مشاكل؟ نحبوهم لو نحن حكينا. جا ما يفهموش اللغة التونسية. لا معناها خاطر بروجي كيف من هكايا ويتوج بالجائزة الرابعة نورمالمون تكونوا موجودين نورمالمون وزارة الثقافة تسهل شوية باش تمشيوا أنتوما وغيروا. وزارة الثقافة ما عندها حتى دخل. ما عندها حتى دخل. سفارة مصر هي كانت نقطة استفهام. علاش؟ على خاطر كيف مشيت بانفيتاسيون معناتها فيها مدير المهرجان وزير الثقافه نتاعهم هما في مصر قال لي رجعي بكره رجعي بكره خلاف اللي قلت له انا مشكله عندك هاو نحن ارجع بكره عندي استدعاء قال لي احكي بالعربي معناتها هذا من البيت قال لي رجعي بكره برا رجعي بكره رجعت قال لي قدم معناتها ما قاليش قدم من اول مره قدمت من ثاني مره على الفيزا بعد رجعي بكره كيف حكيت الطابور طابور يا فندم طابور ولا صف معناها قالك شد شد صف معناها مش كان عندنا نحن في تونس ولا حكيت ارجع غدو اكزاكتومون لا مش كان احنا ومن بعد الحمد لله قال لي ارجع غدوة بون رجعت قال لي احنا دولة نظام عسكري لازمنا ناخذوا الموافقة ونجم نطبع لك الفيزا وتوصل غاديك يرجعوك من غير موافقة عندي انفيتاسيون يهديك في طولك في عرضك قابلت السفارة الكل ولكن معناها هيئة المهرجان مشكورة معناها كوميم هي بعثت الشهادة وتتويج مهم مهم جدا إن شاء الله نشوفوه الكل متراج حتى على يوتيوب ولا غيره مهم برشا تتشاف الحاجات هذية أنا نتمنى لك نسيلي إن شاء الله كل النجاح والتوفيق ونشوفوا أعمال أخرى نجحة سعيد جدا باستهبتكم الكل نورتونا وشرفتونا مش خليكم كلمة الختام ولا كل مش يقول عنده كلمة 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 الكلمة ليك عاش خويا جست خاطر توا جينا حكينا عمر الشريف حبيت نحكي على بروجي جديد ان شاء الله غدا نبداو نصوروا فيه نحن معنا ايكيبتي انا حاشا تفرح انا ولطفي بوصدر دونسور ومعنا مراد العبيدي كرونيكور واسمه تونسي مش بالعاني وبيانتو انا روبريك بنفس الاسم هذايا في تلفزه متلفز انا نحكيو على اللي صاير في تونس الكل مش لازم كان يضحك راه أنا ناخذوا أي موضوع ومثلوه ونجسدوه وإن شاء الله تكون حاجة باهية إن شاء الله إن شاء الله تكون حاجة باهية ونجيب أحذانا مرة أخرى نحكيو أكثر على التونسي مش بالعاني مش بالعاني هكا يا جماعة قولوا معنا كلمة أخرى حاجة سيش مولدكم مبروك هكا حاجة فوالا فرخ قلبك بون فرحان بك بيان سور سيريدا سيريدا دونك اللي خدم لافيش نقولوا وفيش حلو برشا اللي كنت معاهم في الاكيب هذا وعجبوني بالكدا معناها الخدمه كي شفتهم كيفاش مع بعضهم معناها الترافايون تيم هكا وكيفاش معناها الحماس وكل يحبوا يعملوا حاجه خدمه بمحبه معناها وبيان سور معناها الافيش اللي غاديك ابارامون في تونس الكل معناها معناها يكون حلو وكتبوا عليها وكذا معناها سي سي ديجا بيان وبعثوا لنا معناها فيليسيتاسيون مغادي وكذا واحد فرحان بيان سور الحكايه هذيك سي سي ديجا سي مون ميتي معناها جو في دوبوي 15 ans معناها تسكي كونسيبسيون الحكايه هذيك والحمد لله معناها فهمتني وان شاء الله نتمنى لهم كو دو سكسي دي جون ديناميك ومغرومين و نسرين اونتر بارونتيز من تخويا ولا المخرجه الشابه فوالا ومعناها كا دوبوي هكا ومعناها حاجه تشجع بالكدا وان شاء الله نشوفهم في حاجات اخرين ان شاء الله تومي نحب نحكي معناها التصوير والمونتاج صار في نهار تصوير ونهار مونتاج ماهيش حاجه ماهيش سهله كمان جملة وانا جربت معني جملة 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 سورتو كو ماكينة ماكينة نخدم بها يعني ني با اوسي بويسونت كو سا يعني الروندو يعني بور لي بيرسون كي كونيس سا يعني موش بالساهل يعني سا دوموندي بوكو دو تون خدمنا افيك لي مويان دو بور الحمد لله يا رب يعني كيما قلت لك يعني كاتريام بلاس بور موا ان تو كا سي ان اكسبلوا انفان طلعت حاجه حلوه ان خاطر نعرف معناها النهار نجموا نعديوه نصوروا في بلان نعرف انت كيما قلت انسير واحد نعديوه فيها النهار من غير ما عرفت نفسي لا بالحق هو شي نيمان مع المجازين اونليني هو الهدايا نتاعو اي مهم برشا نحكيو عليها مثالش ما يقلقش في 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 دقيقتين دونك المجازين هذيا اللي
اللي فيها حاجات كولتوريل وحاجات مهمه. نسيني نقول حاجه تقول غادي ايش تقول هنا؟ مولدكم مبروك. دونك فرحان برشا اللي موجودين لحدنا، يعطيكم الصحه ان شاء الله نشوفوكم في اعمال اخرى، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق. كاب اف ام الكلمه ليك.